عراقيين، يا أخوان، يا مسلمين من جميع الأديان، انقذوا البلد، لا تسكتون. اللي طلعوا أخوانكم، اللي ماتت أمهاتكم، اللي ماتت أعرافكم بالشارع، ما تموت مرة واحدة ولا كل يوم. لو كل العراق هسه يطلع من بيته ما راح يقدرون يسكتوكم. لا تركون اخوانكم بالشوارع، اذا يبقى الف والفين بالشارع راح يقمعوهم، راح يقتلوهم، راح يعتقلوهم. لا تسكتون، اذا طلعتوا كلكم ايد واحدة راح تصيرون اقوياء. لا تتراجعون، هذا بلدكم. اللي دافع عن عرضه وعن بلده شهيد. قتلونا، لا سني ولا شيعي بالموضوع. احنا عراقيين نريد وطن، احنا الناس اللي نريد وطن، احنا تعبنا من الحروب. وطلعوا كلكم، لا تبقون ببيوتكم، لا تكونون جبناء. اخوانكم اللي ديموتون برا، اخوانكم ساندوهم، خوفوهم بقوتكم. ثورة العشرين، الشيوخ، وينكم العشاير؟ وينكم يا المرجعية اللي سقطتونا، اللي وصلتونا الحالة يرقى لها؟ وطلعوا خايفين، خايفين. هذا الإسلام، هذا قرآنكم يقول من دافع عن عرضه ووطنه شهيد. شهداء، شهداء مرة واحدة ولا كل يوم. اطلعوا، اطلعوا، لا تظلون ببيوتكم خاسين مثل النسوان. اطلعوا حاربوهم، نزلوا لكم قوات الشغب الإيرانية، دخلوا لكم ناس يهودية. اطلعوا، حافظوا على وطنكم، لا تظلون بالبيوت. اطلعوا ساندوا اخوانكم، العدد القليل ممكن ينقمع، لكن لو العراق كله هسه قام وقف على رجليه ما حد يقدر يسكتكم. اسمعوني، اسمعوني، جاي استغيثكم يا ناس. هل من ناصر ينصرنا؟ الدول العربية، كافي، كافي قمع، كافي، كافي سكوت، كافي ذلة، كافي إهانات. يلا طلعوا يا عراقيين، اخواني نشروا التسجيل الصوتي، وطلعوا يا اخوان العراقيين، وطلعوا نسوان، زلم، اطفال، شيوخ. اقول لا تنشر صورتك كل ساعة على الفيس، لا تنشر صورتك كل ساعة على الفيس، بطل وانشر صورة وطن مذبوح وخلك تنقل معاناة وألم بي وبهالوطن يا مكثر هالجروح. هاول ما يطلع ويانا شيلة مرتك لوق عليه، هاول ما يطلع ويانا شيلة مرتك لوق عليه.